لنقاش الملف الفلسطيني. ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بكم محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. كيف تفسر الاقتحام الجديد الذي ينضم إلى اقتحامات الأمس وباقي الأيام لباحات المسجد الأقصى؟ نعم، هذا تطور يضاف إلى التطورات كما ذكرت للأيام الأخيرة، لكن الجديد في ذلك هو الاستراتيجية والتوقيت السياسي. الانتخابات الإسرائيلية انتهت، وهذا يعني أن كل المشاريع الانتخابية التي كان يرددها بعض القادة الفلسطينيين والعرب أنه أي اعتداء على المسجد الأقصى هو فقط دعاية انتخابية، قد انتهت الدعاية الانتخابية، والآن الواقع المرير الذي ينتظر المسجد الأقصى المبارك، ولا يوجد مبررات لأي دولة عربية أو إسلامية أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك. لا يوجد أي مبررات الآن كي يقال أن هناك انتخابات وهذه مزودات انتخابية، كي يقال أن هناك محاولة تسوق. كل هذا انتهى، انتهت المبررات وبقي الواقع المرير. الاقتحامات سياسية بامتياز، هدفها إيصال رسالة الإسرائيليين للعالم بأنه لا يوجد مسجد أقصى في القدس والهيكل قريب البناء. هذه الرسالة يتساوق معهم فيها ترامب الذي يعد لصفقة القرن التي ستخدم الكيان الإسرائيلي. إذن أين نحن من هذه المواقف المتسارعة والتي لا زلنا نقف متفرجين عليها؟ بالتزامن مع اعتقال الجيش الصهيوني ل16 فلسطينيا في الضفة الغربية، هل لديكم معلومات عن ملابسات الاعتقال وأوضاع المعتقلين؟ الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية ليل نهار، لديه 570 برج عسكري وبوابة عسكرية وحاجز عسكري مقطعة لقرى ومدن ومحافظات الضفة الغربية. هناك حالة من تقطيع جغرافيا الضفة الغربية من خلال الحواجز. الاحتلال يقتحم المدن في داخلها رغم أنها مصنفة ألف بحسب اتفاقية أوسلو، وألف تعني للمشاهد الكريم أنه لا يمكن اقتحامها من قبل قوات الاحتلال وهذه تحت السيادة الفلسطينية. تتفاجأ بأن الاحتلال يستمر في هذه الانتهاكات، يقتحم، يعتقل ويقتل أيضا ويتستر على المستوطنين كما يحدث من اقتحام المستوطنين للمدن والقرى، وآخرها كان في نابلس. إذن الاحتلال يقوم بالمداهمات والاعتقالات دون وجه قانوني، دون وجه شرعي. الأطفال كان آخرهم بالأمس 3 أطفال، تم اعتقال 3 أطفال والدهم معاق في دير نظام في رام الله. لم تحرك المؤسسات الدولية ساكن في ذلك، وهي جريمة بشعة. أضف لذلك أن هناك أكثر من 5600 أسير في السجون، بينهم عدد من المضربين. إضافة إلى ذلك الاحتلال لا زال يواصل الاعتقالات شملت عدة محافظات في الضفة الغربية بتهمة أنهم يقومون بأعمال ضد الاحتلال. هذا يعني أنه لا يوجد سيادة حتى على المدن الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وهذه أيضا رسالة سياسية. نعم. تتزامن مع رسالة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تتزامن مع فكرة مناطق جيم ضمن اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية، وهي البالغة 65% من أراضي الضفة الغربية، والحديث الآن يتم عن محاولة ضمها لإسرائيل. يعني نتحدث عن كارثة ستحل على الضفة الغربية وسيتلاشى فكرة حل الدولتين التي هي أصلا لصالح الإسرائيليين بحسب اتفاقية أوسلو. في هذا السياق أعلنت حركة حماس عن بحث تشكيل هيئة عليا فلسطينية وعربية وإسلامية كخطة بديلة لمواجهة ما يعرف بصفقة القرن. ما أفق نجاح هذه الهيئة؟ لا بديل عن الوحدة الوطنية المبنية على خيار المقاومة. الشعب الفلسطيني أوسلو جلبت له الويلات والدمار والذل، ولذلك الهيئة العليا أمر طبيعي أن تشكل. إعادة ترميم منظمة التحرير وإدخال كل الألوان الفلسطينية لها بات واقعا ومطلبا شعبيا. لذلك إن أردنا أن نواجه العدو وصفقة القرن حقيقة لا عناوين مزيفة، علينا أن نذهب إلى وحدة وطنية مبنية على المقاومة لكسر رأس الاحتلال وكسر مخطط ترامب. أما إذا بقيت الشعارات الرنانة بأننا ضد صفقة القرن وحالة الإقصاء الداخلية وحالة التشتت وحالة التشرذم موجودة، فهذا يعني أننا جزء من إتمام صفقة القرن من حيث نحتسب أو لا نحتسب. الصحفي الفلسطيني محمد القيق كنت معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية.